نور، خلينا نحكي كيف طاقتك انت مع السنه الجديده؟ شو عم تتمتعي بطاقه انت ايجابيه؟ بتعرفي كيف بلشنا ال 2020، دائما بنبلش مع طاقه ايجابيه. تمام. يعني بنحاول، ما بعرف، في كثير من الناس بتقول هذا تنظير، هذا حكي في ظروف قاسيه، بس لازم تخلقي لحالك طاقه ايجابيه لانه ضروري. محيطك سلبي، الناس اللي حواليك بتحاول يمكن ان تقلل من قيمه شانك او شغلك او حتى نجاحك، فهي السعاده اللي بتزرعيها انت بقلوب الناس بتحصديها، وانت يمكن بتشاركيني نفس الشيء. اكيد كمان نفس فرحه الشيء. بنتك بتعطيكي، يعني انا بنتي عمرها سنه وثمان شهور، يمكن صباحها او ضحكتها هي بتزرع لي نهار سعادة، سعادة مختلف. بالحياة. هي عن جد مثل ليا هيك الواحد بتعمل عائلته بتعطيكي. وبنتي ليا بحسهم هنا السعادة. عائلتي كتير حلوة وبنتي كمان بتجنن، فأنا بس في الصبح وأحكي معهم، يعني هي السعادة، هن صح، الحياة الله يخلينا اياهم بالختام. يا رب. آمين يا رب. اكيد طاقه كثير حلوه، وانا حاولت كمان هي السنه بعد عن كل الاشخاص اللي طاقتهم سلبيه، يعني حتى مثلا من رفقاتي اللي كثير بينقوا طاقتهم سلبيه اكيد حاولت ابتعد عنهم. هذا هيك الشيء كنسلتي 99 اختصرت كثير اشخاص هي السنه من حياتي. خلينا نحكي انه هي مجرد ساعات من الطويل بعد عام كان مليء بخيبات الامل وربما الحزن او مرض، وقد لامسنا نجاح في مكان اخر او تعرفنا على اشخاص جدد فكانت معهم بدايات جديده تختلف التجارب بين حلوة ومرة. بنستعد لعام جديد، كيف يمكن أن نبدأ بطاقة إيجابية وكيف منا ممكن أن نغير أنفسنا بشكل إيجابي؟ هذا الشيء رح نعرفه اليوم بخطوات بسيطة مع ضيفتنا مدربة مهارات الحياة سلوى عرنوس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. يسعد صباحك. دائما صباحك تجي تجيبين الطاقة الإيجابية حبيبتي. متفائلة، وكنا عم نحكي تحت الهواء قديش مهم فعلا انت تصنعي صح هي تماماً. الطاقه الايجابيه تماماً. انا كيف بدي بلش سنتي بنوع من الامل، شويه امل، شويه تفاؤل، لاقول هي السنه يا رب تحملنا الخير والبركه، صح تكون اقل الما، تكون اقل وجع على كل الناس. بس كيف فيني اخليها فعلا مختلفه ضمن الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي عم نمر فيها، ظروف بشكل عام صحيه قاسيه على كل العالم، بس نحن يمكن وضعنا استثنائي لانه مرينا بعشر سنين قاسيات خاصين نحن. تماما. هلا البدايه اللي حكيتوها كثير حلوه، انه انا رغم كل المتاعب والضغوطات ركزت على ضحكة بنتي، ركزت على عيلتي. هلا انا لك نظر لفت نظر لنقطة مهمة، انه نركز على الشيء الحلو بحياتنا. تمام. في شيء اسمه ظروف محيطة، في شيء اسمه ظروفي الخاصة. دائما نتذكر شغلة، انه انا بقدر اتحكم بحالي، ما بقدر اتحكم بغيري بالظروف المحيطة. يعني انا مثلا في شخص سلبي، ما بدي ركز انه ساويه ايجابي لانه حيضيع وقت واستنزف طاقتي وهو ما يصير ايجابي، ونكون نحن كثير تعبانين. فلما نركز على الواقع المحيط او ظروف المحيطه اكيد ما حتكوني فرحانه، حتما ما حتعرفي تكون عندك طاقه ايجابيه. انا بدي تكون طاقتي ايجابيه، رح ركز على الاشياء الحلوه بحياتي واتفائل انها تكون السنه الجديده سنه حلوه، لانه هل يعقل انه 2020 ما في حدا عمل نجاح فيها؟ اكيد. خليني ركز على الناس اللي عملوا نجاح. تمام. في ناس تعرضوا لظروف جدا صعبه بحياتهم وبعدين صنعوا نجاح، لما بيحكوا لنا كيف صنعوا النجاح بنستغرب، انه عاشوا طفوله فيها معاناه، عاشوا ظروف قاسيه بس قدروا يعملوا النجاح. فدائما نذكر انفسنا انه في ناس قدرت تعمل شيء بحياتها. لما انا بتذكر هذا الشيء وبقرا قصص الناجحين بصير عندي تفاؤل وامل. اما اذا انا بدي اقول كيف بدي ادرس بهالظروف او كيف بدي اعمل مستقبل بهذا الوضع، ما حاعمل مستقبل، لاني عم بسال سؤال ضمن ظروف، عم بعطي لنفسي معطيات سلبيه. لا، انا بدي اكون اول شيء تكون طاقتي ايجابيه. هذا العام اللي انا جديد رح انتقل له، دائما خلينا نقول ما بدنا نرجع لورا، بدنا أكيد. نتقدم او نحافظ على الشيء اللي نحن فيه الايجابي. فانا عندي عام جديد بدي اتفائل انه ان شاء الله تكون الايام حلوه. ليه من هلا عم نبلش سلبيين العام حيكون سيء؟ لسه ما شفناه. تمام. عم نرسل انه نحن عم نرسل انه حيكون سلبي، عم نرسل ارسال سيء. لا، نحن خلينا نقول ان شاء الله حيكون عام جيد. خليني احتفل بهاليوم مع الناس اللي بحبهم لحتى ابدا شيء جديد مع ناس بحبهم، اكل اكله طيبه مع ناس بحبهم، اجتمع جمعه حلوه، اعطي لنفسي هي الطاقه الايجابيه، حط ببالي اهداف ايجابيه. بنرجع بنقول انها تكون قابله للقياس، تكون سهله وبسيطه. طاقتي بتكون ايجابيه لما انا بكون انسان ايجابي، فكر بطريقه ايجابيه. يعني هالعام كان كثير صعب، شو تعلمت فيه؟ الصبر، تعلمت اكون اقوى، صرت اهدى، صرت عندي، بيقولوا لك مثلا اشخاص بيقول لك ما عدنا تاثرنا بشيء، اوكي، يعني تعلمنا الصبر. تمام. او صرنا عندنا هدوء. فخليني على الشيء الايجابي. هالفتره اللي انا مريت فيها شو علمتني؟ انه كان لازم اكون انا مدخر شيء من مالي،
علمتني انه لازم اكون اكثر هدوءا، اكثر دقه، خليني اخذ بعض الاشياء بشكل ايجابي، حافظ على صحتي. هذا الشيء كمان فكرة كثير إيجابية. ضروري. كمان انت حكيتي فكره كثير مهمه، نحن فكرنا 2020 هي مثلا سنه كانت سيئه وانصدمنا فيها من اكثر مشاكل صارت، حنقول الصدمه للعام تمام. لا بس انا بيوم من الايام كنت عم بشوف صوري مثلا بموبايلي، طلع عندي كثير ذكريات حلوه ب 2020، كثير لحظات حلوه عشتها، يعني يمكن بكل عمري ما انساها. صح. هي كانت هي ب 2020، فدائما في عنا شيء سلبي وايجابي، وانا بس شفت صوري وتذكرت الذكريات قلت لا 2020 كانت حلوه بالرغم من كل صعوبتها. خلينا نحكي مثلا الاشخاص اللي عندهم طاقه ايجابيه، الاشخاص اللي حابين يصير عندهم طاقه ايجابيه، مو اللي عند الايجابيين حاولوا مره واثنين وثلاثه وما قدروا، تمام. يعني فشلوا ما صارت طاقتهم ايجابيه، بقيوا سلبيين، بقيوا ينقوا على هالحياه، يعني بقي كل شيء عم بيكون عكسهم، يعني بدهم شيء مثلا مثل ما بيقولوا بدي انا شيء يمين بيجي شمال، يعني شو ما بقرر شيء بيجي عكسه، عم يجي عكسه تمام. دائما ما عم تكون الامور ماشيه مثل ما انا ممكن يصير عندهم طاقه ايجابيه بهالحياه في رايك؟ هلا اول شيء قلتي شغله حلوه، انه انا لما شفت موبايلي لقيت فيه صور حلوه، تمام. بهالفتره نحن 2020 خلينا نقول كان عنوان العريض للاسف باغلب تمام. مناطق العالم هو الوباء اللي تعرضنا له اللي هو الفيروس كورونا. هذا الشيء اللي صار وسبب كثير ناس انها ما تطلع من بيتها، سبب امراض، خسرنا يمكن ناس بنحبهم، خلانا نحس قد ايه نحن لازم نستغل الوقت ونعيشه صح مع الناس اللي بنحبها، لانه بلحظه راحت ناس كثير نحن بنحبها. خلينا نقول انه يمكن لازم نحط اهتمام للوقت لعائلتنا، يمكن نتذكر انه عام 2021 خلينا نكون ايجابيين، حط وقت لعائلتي اكثر، حط وقت اكثر لاصدقائي، وقت اكثر لان اكون انسان موجود بحياتهم. نحن بنزعل وقت عم نفقد شخص ونكون نحن وياه زعلانين، او نحن مثلا ما كنا قدرانين نسامحهم، فخلينا نستغل انه نبلش سنه جديده بدروس جديده تعلمناها من العام الماضي، انه انا لازم اكون اكثر حبا للاخرين، يعني انا اكون عندي محبه لعائلتي، محبه للناس اللي بعرفهم. كثير الناس بتقول تماما هي صدقا، يمكن قلتي جمله ما في شيء مستاهل، يمكن نستغل الوقت مع المحيط والناس اللي بنحبهم، نقضي يمكن اوقات مع كثير من الاشخاص يمكن ما كان في عندهم مساحه اكبر بحياتنا. الحياه مو مستاهله لانه انا اليوم معك بكره ماني معك. صح. هي مرحله النضج. صح. العقلي هون اللي بيلعب دور، قديش فيني انا فعلا استقبل السنه 2021 بدون ما اتذكر سلبيات وقول هذا الشخص كان مسيء لي، لا، بيقول لك عامل الناسب الحسنى، يعني حتى لو كان هذا الشخص سيء انت بادري، يعني تمام. انت كوني جزء. بس كيف نحن بدنا نزرع هالطاقه الايجابيه جواتنا، غير انه نحن لازم نسامح ونبادر بالشيء التسامح، اكثر شيء بخلينا نزرع الطاقه الايجابيه بيناتنا انه نحن نعرف كيف نعدل مزاجنا، يعني انا اعرف كيف انا بكون انسان متوازن، شو اللي انا اكثر شيء بحاجه له؟ هل انا بحاجه الى ساعات نوم كافيه؟ مثلا ما عم نام منيح، تعرفي شخص اللي بينام فترات قليله بيكون غصب عنه شخص مستعد للغضب، هل انا لازم نام ساعات اكثر؟ هل انا بحاجه اعمل يوم راحه الي؟ هل بحاجه اني اقعد مع اصدقائي اكثر؟ دور انا شو هن مفاتيح الايجابيه بحياتي، يعني كل شخص له مفاتيح ايجابيه لحاله، شخص بيقول لك اذا انا بقعد بقرا كتاب ساعه بشعر بايجابيه، شخص بيقول لك اذا انا قاعد بالبيت جنب اولادي وبهالدفه وقاعدين وعم نحكي معهم انا شاعر بايجابيه، انا حط يعني لحالي انه كل واحد اول بريد. شيء بلش خلينا نحط بريد خاص لنا، يعني شو هي البنود، شو هي البنود اللي بتخليني رجع توازني وايجابيتي. سنه ما شفتها لساتها، هي نحن هلا حنبلش فيها، خلط كثير انه انا اقول حتكون سنه سلبيه، خليني اجذب انها حتكون ايجابيه وركز انه انا استفيد من الاخطاء تبع العام الماضي انه انا ما كررها، وحط اهداف واضحه لإيدي لحتى اسعى لها، كون انسان على الاقل انشر السعاده للاخرين. دائما الانسان لما بيكون سبب بسعاده غيره بحس بالفرح. أكيد. انت اذا جبتي هديه لطفل وشفتي كيف عم يضحك ومبسوط بتحسي انه انت ملكتي الدنيا. طبعا. فاحد اسباب السعاده هي العطاء، فانا كل ما كنت معطاء مع الاخرين كل ما كنت سعيد، شو ما كانت الشغله، ممكن انا اكون سبب ابتسامه بكلمه حلوه، فخليني يكون اول شيء سبب بسعاده الناس اللي معي ببيتي بعيلتي والناس اللي حوالي، فوت على الشغل مبتسم لما حدا بده يقول في ناس عندها موهبه بالشكوى انه السنه مو حلوه وتقعد تنقل، هدول الاشخاص احيانا بيكونوا عم يتغذوا على طاقتنا بانه هن طول الوقت يشكوا. اوكي، هذا الشخص اذا كان عم يشكي قلت له لا السنه حلوه، رجع شكى قلت له لا السنه، حسيتي انك حتفوتي بجدال، اوكي تركي، هو سعيد بهاللحظه، خلينا نقول سعيد بتعاسته، هو متقبل الحياه تماما، يعني في لازم نتركه من بعد. انا عن جد يعني انت مثلا اوكي هذا الشخص ما انه حابب يمكن ما حس انه في وقت انه يكون ايجابي، هو عم يقول هذا الكلام ممكن انا اقطع هذا الحديث بس اتصرف في ايجابيه، حيلاحظ انه في ناس عم تقدر تتصرف في ايجابيه. تمام. هاللحظات
من السنة الجديدة سنة عيشة، يعني أنت في لحظة حتعيشيها، عيشيها صح، بس دائما نتذكر أنه أنا عايش هاي اللحظة، فعندي خيارين، إما بعيشة تعيس أو بعيشة سعيد. أنا كنت يعني حتى الشيء المتعب خذه فكاهة. كنت عم بحكي مثلا فكرة هدول الأشخاص مثلا ممكن يكونوا رفقات أو عالم أشخاص بعاد عننا مثلا، أنا عم بحكي عن اللي بعاد فينا نبعد عنه نحن ونلغيهم من حياتنا. أما الأشخاص المقربين نحن مثلا ممكن تكون عنا مثلا هاي الطاقة الإيجابية، ممكن نحن بدنا نبلش السنة بكل طاقة حلوة وتفاؤل، بس هن عندهم كآبة، عندهم نكد، عندهم أنه يعني ونحن ما فينا نستغني عنهم، ما هن موجودين بحياتنا واساس حياتنا. كيف نحن ممكن نتعامل بالطريقه الصح؟ بدنا ناخذ كل كلمه بيقولوها بيس مثلا سلبي. اول شغله لما هو مثلا بيقول لك انه هالسنه حتكون سيئه، لا ان شاء الله حتكون خير، تمام. بدون ما افوت بجدال، اذا صار موقف سلبي اخذه فكاحه بدون ما احسسه انه انا انزعجت، اوريدي حيصير هو عنده هالفرح. هلا اذا انت فتي على مكان وحدا عم يضحك حتطلعي فيه لشان تصيري تبتسمي، لانه الابتسامه والضحك بيعدي، صحيح. فاحكي موضوع بيضحك، مجرد تضحكي مجرد تبتسمي الابتسامه تعدي، مثل ما الحزن والالم بيعدي تماما. فتي على مكان كثير عم يشكو بتطلعي تعبانه جدا منحكه مع انه انت لسه ما عملتي شيء بنهارك. فالقصه كلها انه نحن نعدي بالفرح ولا ركز على الصفه السلبيه. اذا هو انسان مقرب الي لا اقول بيني وبين حالي انه هو سلبي، انا اقول لا هو ايجابي. يعني انا بلش اتقبل انه فكره انه هو ايجابي، لانه طول ما عم بقول انه هو سلبي انا عم ركز عليها الفكره انها تستمر بحياته، فانا بدي اقول هو ايجابي وركز انا على الايجابيه، يعني ركز انا على حالي. بمجرد الشخص اللي عايش معك، دائما الناس بيقولوا صاحب ساحب، يعني انت تعيشي مع حدا فتره كل يوم كل يوم تشوفيه ايجابي حتاخذي منه. لهيك بتلاقي اصدقاء كثير مقربين بصير نحسهم بيشبهوا بعض، بصير في تبادل بالوعي. فأنت مجرد أنك تكوني إنسانة إيجابية عم تاخذي الحياة بشكل إيجابي حيتأثر. لكن إذا أنا ركزت على هالشخص أنه هو سلبي وانزعجت من سلبيته وبلشت أقول هو عم يزعجني، فأنا عم ببعث له إرسال زيد سلبيتك بحياتي. لا أنا ما بدي انزعج، ما بدي انزعج، مو ما انزعج ظاهريا، أنا فعليا ما بدي انزعج، فعليا بدي استوعب هذا الشخص كيف عم يفكر. لأن الشخص السلبي هو شخص بيعرف يقلك، خلينا نقول اذا جيتي تفتحي مشروع هو بيعرف شو الاشياء اللي بتفشل المشروع، عنده خبره، عرفتي كيف؟ مثل الشخص فهذا الشخص بيقدر يقول لك كل الاشياء السلبيه، خذي الامور بهدوء تماما. انت يعني حتى اذا طلعتي انت ويا مشوار عزمتيه على شغله بفوت بيطلع على الشيء السلبي. طيب بالختام خلينا سلوى نحكي بعض النصائح لكل الناس. اليوم اخر يوم بال 2020، ان شاء الله 2021 تحمل الخير والفرح لكل يارب الناس. يارب. بعض النصائح هيك سريعا لكل الناس اللي عم يتابعونا. تمام. ظروف قاسيه مثل ما قلنا على الكل، بس في كيف فيني بلش بشويه تفاؤل هاي السنه؟ اول شيء خليني سكر دفتر 2020 بحب. ما افتحه كل شوي. تمام. كيف بدي سكره بحب؟ ما خلي حدا زعلان مني ب 2020، خاصه تمام. اذا كان مقرب مني فانا اكون مع الناس المقربين مني واصدقائي. حدا سكر 2020 بمحبه مشان ما نرجع نفتح دفتر بال 2021 كيف بدنا نتصالح مع شخص متزعلين معه ب 2020. خلينا نسكر دفتر 2020 ونحن علاقاتنا رقم واحد تكون جيده، وانا مسامح كل الناس اللي مروا بحياتي او زعلوني خلال هذا العام. بلش بشيء جديد. اذا انا منزعج بقلب عيلتي مع حدا، اوكي انسى الماضي مشان 2021 ما الا لزوجتي تذكري شو عملتي، خلص سكر هذا الملف تماما من حياتنا. يا ريت تقدروا يعملوا هيك تماما. ونفكر كيف ابدا السنه بشكل ايجابي مع عيلتي. تمام. حلو اخذ كادو بسيط لعيلتي، حلو كون فرحان، حلو اني اعطيهم طاقه ايجابيه. تمام. بلش بشكل ايجابي ان شاء الله حيكون نهارنا بكره احلى، نبدا عام جديد احلى. دائما نتذكر انه انا ما ركز على الظروف اللي انا ما بتحكم فيها. تمام. انما ركز على رده فعلي تجاه اي ظرف، وكونوا سعداء، يعني هذا اكثر شيء لحتى نكون السعاده، لانه السعاده صناعه داخليه. أكيد. فكون سعيد لانه انت حابب تعيش سعيد. اكيد بنتمنى السعاده للكل يا رب. وشكرا لك، شكرا لطاقتك الحلوه وطاقتك الايجابيه، وكل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير. مدربه مهارات الحياه ضيفتنا الدائمه سلوى عرنوس، بتمنى لك كمان سنه جميله. شكرا كثير لك. سنه جديده حلوه علينا جميعا يا رب. ان شاء الله. شكرا كثير لك.